كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. فكيف كنقولوا احنا كننشدوا سلطات الوصية على المجال او الميدان ديال القطاع ديال العلاقة والتجميل بالمغرب على اساس انهم باش يوقفوا بجنبهم ويحاولوا ما امكن يشوفوا دعم لهاد الناس هادو اللي تأدوا من خلال من شهر مارس تالي حد لغاية اليوم. فبصراحة خصنا نشوفوا لهم هاد الناس هادو الحلول اللازمة أو الناجعة باش يستمروا في العمل ديالهم. فالناس هاد الناس عياو بزاف، عياو بكل صراحة بكل صدق عياو بزاف، وخاصهم هاد الناس يكون واحد لقاء تواصلي معهم مع هاد الناس هادو، يحاولوا أنهم يلبيوا طلبات ديالهم بشكل رسمي ونوقفوا بجنبهم. أما يوقفوا جنبهم معهم فبكل صدق الناس اللي تعانوا وهذه مدة طويلة، ويكفي أننا لهذه المرحلة توقف. أما بخصوص المدارس ديال الحلاقة والتجميل بالمغرب اللي هما بصراحة اللي كيقوموا بواحد العمل جبار بزاف بحكم تيديروا الدروس عن بعد، وعندهم مصاريف ديال الكراء، وعندهم مصاريف ديال الضوء والماء والانترنت، وواحد مجموعة ديال المصاريف تنظيف تعقيم هذه وهذه. فهاد الناس هادو فعلا خصهم يشوفوا سلطات الوصية عليهم تشوفوا من حالهم عاوتاني، لان راهم غاديين للافلاس. والنهار اللي غتوقف المدارس غيوقف بزاف ديال واحد المهنه اللي بعدا اللي كانت مهمه واساسيه داخل المجتمع غتولي تندحر وما تبقاش. اذا كنتمنى من الفاعلين من المسؤولين انهم يشوفوا مع حال هاد الناس هادو، هاد الفئتين، الفئه ديال المدارس الحلاقه ولا الحلاقه، انهم تشوفوا من يديهم. وكنتمنوا من هذا المنبر ان يقدروا يوصلوا لهذه الفئه طبعا، ونتمنوا الخير ان شاء الله مستقبلا. وشكرا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.